المهندس محمود ابو البشير جاي هنا من اول مره من يوم 33 سنه ناخد هذا الموقف، مجرد ان احنا وقفنا قدام العدو المتغطرس الصهيوني اللي ذل كرامتنا ولا يراعي اي حاجه. انا معلق هذه للعالم اللي بيقولوا عليه متحضر، للاتحاد الاوروبي، للامريكا، للامم المتحده، الامم المتحده المنحازه 100% لاسرائيل. اين حقوق الانسان؟ دول شيلدرن كيلر، بيقتلوا الاطفال. فين حقوق الانسان؟ فين الجمعيات بتاع حقوق الانسان اللي صدعتنا بحقوق الانسان؟ محدش يتكلم منهم دلوقتي. انا بقول ان الصهيونيه تساوي النازيه. هما بيتكلموا على جرائم الهولوكوست بتاعت هتلر، وهم عملوا الاف هولوكوست. ما في حد في العالم يجرؤ يكلم اسرائيل. شيم اون يونايتد ستيت اوف امريكا، شيم اون يو اون ذا بيبل اوف يونايتد ستيت اوف امريكا، شيم. وين ذا هيومن رايتس؟ وين ذا هيومن رايتس فور مسلمز؟ وين ذا هيومن رايتس فور فلسطين؟ وين ذا هيومن رايتس فور اور سولجرز هو كيلد يسترداي؟ وين ذا يونايتد نيشن؟ يونايتد ستيت اوف امريكا افريد فروم اسرائيل. They are not democratic. All human rights are false. United States of America give F-16 fighter F-16 if for defense only, and their Congress accepts it. But they give F-16 for Israel to kill our children. Nobody in United States of America speak about human rights. Where? The right of our blood, of children's blood, where I speak to United States American people, the freedom, where you are from the blood of our children.